يوم الجمعة اللي جاي يوم تاريخي. تاريخي ليه يوم تاريخي؟ لأنه كرة القدم المصرية في منعطف خطير جدا ومهم جدا. الجيل ده كمان، مش كرة القدم المصرية، كرة القدم المصرية لها تاريخ كبير وسيظل دائما لها تاريخ كبير ومستقبلها كويس، لكن محتاجة شغل ومحتاجة اجتهاد ومحتاجة حاجات كتيرة جدا، محتاجة ناس مخلصة زي اللي موجودين دلوقتي طبعا. وأتمنى أتمنى إن هم دايما يفضلوا في تطور خلال الفترة اللي جاية. الجيل ده عنده فرصة هايلة ورائعة إن هو يوصل كأس العالم مرتين ورا بعض. هتلاعب منتخب، بتلاعب منتخب قوي، بتلاعب منتخب صعب، بتلاعب منتخب عنده 11، لا 11 ايه، عنده 20 لاعب كلهم افضل من بعض، ولكن في النهايه احنا منتخب مصر. انا محمد صلاح، انا تريزيجيه، انا مرموش، انا مصطفى محمد، انا الونش، انا النني، انا قفشه، انا الشناوي، انا ابو جبل، انا عبد المنعم، انا زيزو، انا بقيه اللاعبين اللي موجودين كلهم عشان ما انساش حد، عمر كمال، عمرو السوليه، كل اللاعبين اللي موجودين، وحمدي فتحي. هو ده منتخب مصر، هو ده المنتخب اللي قدر في ظل نقد كبير جدا وفي ظل ان ناس كتيره جدا كانت شايفه ان منتخبنا لا يستطيع ان يتعدى دور المجموعات في بطوله امم افريقيا، ربنا كرمنا ووصلنا للنهائي. وكنت ممكن، انت ما خسرتش في النهائي، خسرت ضربات ترجيح، ما خسرتش في الملعب يعني، على الرغم من انت بتلعب مين؟ بتلعب منتخب السنغال. انا بشوف ان منتخب السنغال هو اقوى منتخب في موجود في القاره الافريقيه بدون اي، وانا قلت الكلام ده قبل البطوله الافريقيه، ولكن تمام يعني، المنتخب السنغالي اقوى منتخب افريقي، انا معترف بهذا الامر من قبل البطوله الافريقيه وقلته على الهوا كمان. لكن في نفس الوقت منتخب مصر يعرف كيف يفوز على المنتخب السنغالي. ايوه يعني ايه يا عم اسلام؟ ايوه منتخب قوي جدا. لما تتكلم عن الأسماء الكبيرة اللي موجودة في المنتخب السنغالي وبيلعبوا بروح بلدهم، بيحبوا بلدهم، بيلعبوا بالروح اللي يعني أنا بحب بلدي، غير منتخبات أخرى الحقيقة شفناها كتير. فالمنتخب السنغالي بيجمع ما بين اللاعبين الكبار واللاعبين اللي عندهم وهم عندهم الروح، عشان كده قدروا إن هم يفوزوا على بركلات الترجيح على منتخب مصر. لكن إحنا إن شاء الله يوم الجمعة اللي جاية الكل ينتظر ماذا سيفعل منتخب مصر. منتخب مصر بيتسلح بتاريخ كبير جدا. الجمهور مش 50 ولا 60 هيبقوا موجودين في الاستاد. انا بقول لحضراتكم اليوم ده 110 مليون مصري او 103، كنت معدي من امبارح من صلاح سالم وشفت ان هم 103، 103 مليون مصري كلهم كلهم نفسهم يشوفوا. هتقول لي يا عم في ناس مش مهتمه، شيل ال 3 مليون، 100 مليون مصري ينتظر يوم الجمعه اللي جاي. هنفضل ورا منتخبنا وهنفضل ورا، وفي نفس الوقت انا عارف كارلوس كيروش اختار مجموعه من الاسماء اللي الحقيقه ممكن جدا اعلق عليها، ممكن جدا اقول هو فين محمد شريف؟ افضل هداف، هو من وجهه نظره ان مروان افضل من، او هو افضل في الوقت ده من محمد شريف، اوكي انت حر. لكن لما اجي اتكلم عن محمد شريف، هو محمد شريف فين؟ هو ليه محمد شريف مش موجود وهو واحد من افضل المهاجمين؟ طيب لما تيجي تسال هو مستبعد ليه؟ محدش يعرف يرد عليك. طيب واحد زي لاعب معين تم ضمه، لما يجي يقول لك، ما هو يقول لك هو اللي موجود، هو اللي موجود في المكان ده يعني. في حاجه اسمها كده، في اتنين تلات لعيبه كده عليهم علامات استفهام غريبه جدا. ولو تفتكروا برضو زي ما قلت لحضراتكم كده على ان منتخب السنغال هو اقوى منتخب قبل بطوله امم افريقيا، لو تفتكروا انا قلت لحضراتكم ان محمد مجدي قفشه، انا كلمت القفشه وقلت له هذا الكلام على فكره. محمد مجدي قفشه بعد رد فعله اللي عمله مع منتخب مصر ما قبل او بعد استبعاده من بطوله امم افريقيا، انا قلت ان محمد مجدي قفشه هيكون له دور ان شاء الله، اذا كان ربنا مقدر ان احنا نصل الى كاس العالم، محمد مجدي قفشه هيبقى ليه دور. ما اعرفش هيعمل باس، هيشوط شوطه تخبط في حد، ما اعرفش هيبقى ليه دور ازاي، انا بقول كده، ده وجهه نظري انا. فعشان كده محمد شريف
رد فعله كان في منتهى الاحترام والرقي والاحترافيه بالمناسبه. قال بالتوفيق لمنتخب مصر وان شاء الله الصعود لكاس العالم، لكن هو من جواه زعلان، هيموت مش زعلان بس. هيموت مش زعلان بس. ولكن هنا بقى بيظهر معدن اللاعب وشخصيته واحترامه لاسم بلده. اهو. بالتوفيق لمنتخب مصر وان شاء الله الصعود لكاس العالم. ده محمد شريف. انا عارف ومتاكد ان هو هيموت زعلان جدا من جواه ان هو ما انضمش، لكن في النهايه خلاص وجهه النظر زي اللي عمله قفشه. وقلت لحضراتكم ايه اللي حصل. هذا هو اللاعب المحترف المحترم اللي عارف بيعمل ايه كويس، وبيقدر قيمه بلده ومنتخب بلده ومديره الفني والمدير الفني لمنتخب بلده. أنا بحيي محمد شريف الحقيقة على رد فعله، وهيكون مساند، أنا عارف هيكون مساند، محمد شريف هيكون مساند لمنتخبنا الوطني خلال الفترة القادمة. فترة مهمة جدا، منتخب مصر بالكامل كلنا وراه، كلنا في ظهره.